السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بعد اللي تكلمنا في الفيديو السابق عن تأويل مفهوم الصفر المحايد على حسب المجموعات الكبيرة العقائدية أو الدينية التي هي الإلحاد بأنواعه واللا أدرية أو التي لا تريد أن تجزم في فهم هذه الحالة، والمثلثة التي هي الديانات جنوب شرق آسيا، والموحدة التي هي الديانات أو المعتقدات التي ظهرت في الشرق الأوسط. وفي هذه الفيديو سوف نبدأ في إعطاء المعنى الأصلي للصفر المحايد في المفهوم الغنوصي، والذي مع كامل الأسف لا تجده في أي كتاب بطريقة واضحة وجلية إلا بعد أن تفهم وتعي الفكرة وتدخل في عمقها فيتبين لك مصدر هذه الأفكار. ونفس الشيء عند المعلمين، في الأول يعطوك وجهة نظرهم، ثم مع الوقت تتبين لك مصدر معرفتهم وعلى أي شيء اعتمدوا تأويلاتهم. وفي هذه الحالة يبقى لك الخيار، إما أن تصمت أو أن تتبع أحد المعلمين، أو أن تخلق لنفسك تأويل خاص بك، ويمكن أن تخلق تأويل وتدعو الناس إليه على حسب طبيعة أي إنسان، وعلى حسب الزمان الذي هو موجود فيه، وعلى حسب المكان والناس الذي حوله، وطبعا على حسب نية من عرف مصدر هذا العلم. هل يريد أن يكسب به الشهرة، أم يكسب به المال، أم المعرفة لمجرد المعرفة؟ وقبل أن أطرح عمق هذه الفكرة فيما يخص الصفر المحايد كما هو في الأصل، يجب أولا أن أبين نقطة ذكرتها في الفيديوهات السابقة، ولكن يجب أن أعود إليها من أجل حسن الفهم. وثانيا يجب أن ألخص ما قلته في الفيديو السابق لكي تكون الفكرة واضحة في هذه الفيديو والفيديوهات القادمة. احنا قلنا اللي الصفر المحايد هو نقطة الوسط، ولكن في الحقيقة هو نقطة العودة من الأزل السلبي إلى الأزل الإيجابي. طبعا عندما نقول العودة لا يعني أن هناك كانت حركة، بل كانت لا حركة ثم في العودة بدأت الحركة. من الصعب في عالم الوجود وداخل المنظومة الوجودية أن نفهم ما هي اللا حركة، وكيف اللا حركة يمكن أن تنتج عن حركة، كما لا نفهم كيف اللا شيء يمكن أن ينتج شيء. ولكن عندما نعيش اللا حركة ونرى بعد ذلك كيف نقوم بالحركة، يمكن أن نحس ونعي الحالة كما وقعت، ولكن ذلك يتطلب عمل كبير وتركيز كبير من الصعب للجميع أن يقوم به باش يدرك هذه الحقيقة التي لا تقال وإنما نقوم بها، وهو مش مطلوب منك أصلا أن تقوم بها لأنها عمل جدا صعب، لأن لا يكفي أن تكون لا حركة جسمية، بل يجب أن تصل إلى لا حركة فكرية، بل أكثر من ذلك إلى لا حركة إدراكية،
يعني تغيب كلياً، ما عادش عندك حتى وجود. هذه الحالة قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت وعدم القدرة للعودة للإدراك والتفكير والحركة. لهذا أنصح عدم تجربة ذلك، وإنما محاولة فهمها. ومن أراد أن يجرب ذلك فعلياً أنصحه أن لا يستعمل الطرق التقليدية القديمة التي تتطلب كثير من الجهد والوقت والعزيمة، ويمكن يصل ويمكن لا على حسب طبع كل إنسان، وإنما أنصحه أن يستعمل بعض المخدرات الطبيعية والتي ليس لها أي مضرة على الإنسان، وأن لا يستعملها كثير طبعا، يستعملها مرة مرتين ويتوقف لكي لا يتعود عليها. ولكن كما قلت، من الأفضل أن تحاول أن تفهم ذلك فقط، وهذا كافي في عالم الوجود، لأنك موجود في هذا الوجود لكي تتحرك ولكي تفكر ولكي تحس، ليس لكي تفقد الوجود، وإنما لكي تكون موجود بالفعل. إذن عندما أقول عودة فهي في اللا حركة، وعندما أقول نقطة وسط هي في اللا مكان. إذن كانت لا حركة في اللا مكان في اللا وجود في عالم السلبي الأزلي، وصلت إلى مرحلة نطلق عليها مرحلة الصفر المحايد. هذه المرحلة هي منزلة بين المنزلتين، بين الشيء واللا شيء، بين اللا حركة والحركة، بين المكان واللا مكان، حالة ليس كمثلها شيء، فهي تحتوي اللا شيء ويمكن أن تظهر الشيء، تحتوي اللا مكان ويمكن أن تظهر المكان، تحتوي اللا حركة ويمكن أن تظهر الحركة، تحتوي اللا وجود ويمكن أن تظهر الوجود. هذه الحالة نعيشها كل يوم طبيعيا ولا ندركها، وهي جدا طبيعية، وهي الحالة قبل النوم أو قبل أن تستيقظ، ولكن لا أحد يعرف تلك الحالة كما هي بالفعل، لأنه لو حاول معرفتها قبل النوم والإحساس بها سوف لا ينام. رغم أن الحالة قبل النوم هي تشبه حالة قبل الموت، بينما لو أردنا أن نعرف الحالة كما هي في الصفر المحايد، يجب أن نعرف الحالة قبل أن نستيقظ، وهذه حتى لو أردنا أن نعرفها لا يمكن أن نعرفها لأننا في حالة نوم، ولكن يمكن أن نفهمها عندما نعكس الحالة قبل النوم. إذن قلنا لو نركز لمعرفة الحالة قبل النوم سوف لا ننام، وعندما لا نركز سوف ننام. نفس الشيء قبل أن تستيقظ، ولكن بالعكس، أي لو لا تركز سوف تستيقظ، ولو تركز سوف لا تستيقظ. ولأنك في حالة نوم من الطبيعي إنك سوف لا تركز، إذن في العادة إنك تستيقظ. إذن الاستيقاظ هو عمل لا إرادي طبيعي جدا، لأنك في حالة نوم لا يمكن لك أن تركز، رغم أن قبل النوم يمكن لك أن تركز. أظن هذه الفكرة نوعا ما مفهومة. إذن بها نفهم حالة
الصفر المحايد، فهو أظهر الوجود طبيعيا بدون تركيز، لأنه لو كان قادرا على التركيز لما ظهر الوجود أصلا. وهذه الفكرة الغنوصية الأصلية هي التي تفند كل من يدعي أن الصفر المحايد هو رب أو ذات واعية، وهذا ما سوف نعرفه بشوية بشوية في هذه الفيديوهات اللي باش نتكلم فيها عن حقيقة الصفر المحايد في الفكر الغنوصي الأصلي. وكل من أدعى أن الصفر المحايد السلبي هو رب، ما هي إلا تصورات وافتراضات يمكن النية منها لتسهيل الفهم لعامة الناس، وإما لأسباب أخرى. أما الجميع من هو مطلع على العلم الغنوصي الأصلي يعلم يقينا أن الصفر المحايد ليس رب، ومن عاش هذه التجربة سواء من الروحانيين أو الصوفيين يعلمون عين اليقين أن الصفر المحايد ليس رب ولا يمكن أن يكون رب. أما ماذا يكون بالضبط؟ هذا ما سوف نحاول فهمه على حسب الفكر الغنوصي الأصلي. خلينا نحدد أولا بالمعنى، طبعا تحديد بالمعنى الصفر المحايد كما هو. احنا قلنا عندما ظهر الصفر المحايد الذي ليس كمثله شيء، لا في اللاوجود ولا في الوجود، لم يبقى إلا هو، كل ما هو لا وجود انتهى، هناك صفر محايد وحده. حتى الواحد السلبي الذي أدى إلى الصفر السلبي لم يعد له وجود، والصفر السلبي الذي أدى إلى ظهور الصفر المحايد لم يعد له وجود، وليس لنا إلا الصفر المحايد وحده. لهذا نستعمل أسلوب التسلسل لكي نفهم كيف تم القدوم وكيف تمت العودة. القدوم كان بلا حركة، والعودة سوف تكون بحركة. وبعد ظهور الصفر المحايد العودة سوف تؤدي إلى ظهور الصفر الإيجابي والواحد الإيجابي الذي سوف يكون موازي للصفر السلبي والواحد السلبي، أو مندمجا فيه، نجم نفهمه اللي هو مندمج فيه، أو متفرق ولكن في نفس المستوى. هذه تفاصيل، المهم أن هناك عودة. العودة الذي سوف تؤدي إلى ظهور الوجود سوف تكون على أدراج قدوم اللاوجود. وطبعا أؤكد، ليس هناك قدوم، هي مسألة تشبيهية. يمكن أن نقول أن هناك عودة فعلية على حسب المفهوم اللي احنا موجودين فيه الآن في عالم الوجود. إذن اللي حبيت نقوله من كل هذا باش تكون الأمور واضحة، إن الصفر المحايد موجود لوحده ليس معه أحد، وما نطلق عليها الصفر السلبي والواحد السلبي هو موجود ضمن ثلاثة في واحد، ثلاثة مربعات في حالة واحدة، ما يسمى بالنجمة 12. هذه الحالة هي التي تهمنا، وكل ما هو قبلها يجب أن ننساه، لأن سوف نتكلم عليه في طريق العودة. لهذا قلت إن حتى واحد موصل للصفر السلبي والواحد السلبي، بل أكثر ما يمكن الوصول إليه
هو السفر المحايد، ولم يفهمون ما قبل السفر المحايد إلا من خلال فهمهم ما بعد السفر المحايد. إذن عندما يتكلم المعتقدات والأديان عن السفر السلبي والواحد السلبي ويعطون له معنى، فهم يتكلمون عنه ضمن السفر المحايد وليس منفصلا عليه. وهذا السفر المحايد هو الذي سوف نعطيه اسم العدم المطلق باش نجم نفهموه أكثر. إذن بعد ما فهمتوا هذه النقطة، إن السفر المحايد هو الكل في الكل، واللي هو وحده نجم نقوله بين قوسين بالمفهوم بتاعنا إنه موجود، بل هو حالة بين البينين، لا موجود ولا لا موجود، وإنما قابل أن يعطي الوجود ومحتوي على كل اللا وجود. إذن أهم نقطة اللي حبيت نقولها في هذه الفيديو باش نجم ننطلق منها، احنا باش نتكلموا على السفر المحايد وحده، انسى كل ما هو قبل السفر المحايد، وكل اللي نحكيوا عليه حول ما يسمى السفر السلبي والواحد السلبي هو ضمن السفر المحايد. 3 في 1، 1 يحتوي على 3 على حسب تأويلات كل معتقد. واحنا شفنا في الفيديو السابق الأربع المجموعات الأساسية في المعتقدات والتي أعطت معنى لهذا السفر المحايد. خلينا نلخصهم باش ننهيو هذا الموضوع كليا، والنجم نحكيو على السفر المحايد في المفهوم الغنوصي الأصلي. نبدأ بالملحدين اللي هو ميدخلوش في التفاصيل متاع السفر المحايد وكل هذه التفاصيل هذه ما يدخلوش فيها، خاطر هما يغزروا للوجود اللي هما موجودين فيه، يعني هما يتكلموا داخل المنظومة ومن بعد يعطيوا افتراضات من قبل هذه المنظومة. في الملحدين الماديين أو الذي يعتمدون على العلم يقول لك هذا وجود وقبله عدم، أكهو. وإحنا قاعدين نبحثوا في الوجود من أجل نوصلوا ونفهموا العدم من بعد نتكلموا. أما الملحدين ما يسمى الفلسفيين يتكلم على عقل كلي، ولكن طبعا هناك خلاف، هل العقل الكلي يسبق الوجود أم هو صادر عن الوجود؟ ونفس الشيء بالنسبة الملحدين الإنسانيين اللي يتكلموا على ما يسمى بالوعي الكلي ويختلفوا هل هذا الوعي يسبق الوجود أو صادر عن الوجود. هذا بصفة عامة. المهم الملحدين بصفة عامة هما يحاولوا باش يفهموا الوجود اللي هما فيه قبل ما يتكلموا على ما هو قبل الوجود، لأن بالنسبة لهم والفكر متاعهم فهم الوجود سوف يوصلنا إلى فهم أصل الوجود. أما بالنسبة للفلسفة الدينية اللي رفضوا الحديث عن السفر المحايد أو أهملوه كليا مثل البوذية، أو معناتها رفضوا أن يعطيوا رأيهم فيه، هذوما تكلمنا عليهم. أما النوع الثالث اللي هما أول الأديان واللي يعتبروا اللي السفر المحايد هو 3 في 1، والذي يمثلوه بالماء والبيضة وبراهما بأربع عروس. ثم يأتي الدين الموحد الذي يتكلم على الماء، وفوق الماء هناك العرش، وفوق العرش هناك الرب الأوحد، واللي هما يعتبروا الرب موجود وحده اللي هو جالس على العرش. هذا بصفة عامة معناتها الفكر متاع الفلسفات أو المعتقدات الدينية وكل المذاهب في العالم الدينية والعقائدية تعتمد تقريبا على هذه الفكرة في مسألة أصل الوجود. إذن هكاك وصلنا لخصنا كل شيء وفهمنا اللي فما كان السفر فقط المحايد هو الموجود ومنه سوف ينطلق الوجود. ولكن الآن نحاول أن نعرف ما هي هذا السفر ورأي الغنوصية الأصلية أو الفطرة الأصلية كيفاش شافت
هذا السفر. خلينا ساعة نبدأ بوجهة التقارب الموجودة من بين المعتقدات الأساسية الأربعة والفكر الغنوصي الأصلي، وما هو جانب الاتفاق والاختلاف فيما قالوه المعتقدات الأساسية الأربعة. فهي تتفق مع الملحدين الماديين بغض النظر هل هم يقصدون بالعدم السفر المحايد أم السفر الإيجابي، على أساس إن هذا السفر المحايد هو عدم. ولكن الغنوصية الأصلية تقول إنه عدم بالنسبة لعالم الوجود، بينما بالنسبة لذاته فهو ليس عدم، وإنه قابل أن يأتي بالوجود، ولكن ليس مباشرة عن طريق ظهور السفر الإيجابي. أي هنا الغنوصية الأصلية تتفق نوعا ما مع الملحدين الماديين على أساس إن السفر الإيجابي هو الذي أدى إلى ظهور الوجود، بينما السفر المحايد هو الذي أدى إلى ظهور السفر الإيجابي. أي السفر المحايد له القابلية لإيجاد السفر الإيجابي، أي العدم المحايد عنده القابلية لإيجاد العدم الإيجابي الذي هو عدم، ولكن عنده قابلية لإظهار الوجود، وهذا سوف نتكلم عنه عندما نتكلم على السفر الإيجابي، لأن عندما نتكلم على السفر الإيجابي سوف نقترب من الإلحاد المادي أو ما يسمى بالإلحاد العلمي. ومع تطور العلم اليوم، وأكيد سوف يتطور في المستقبل، أرى أن هناك تقارب كبير بين الفكر الغنوصي الأصلي وما وصل إليه العلم اليوم وما سوف يصل إليه في المستقبل. أما مع الملحدين الفلسفيين أو العقلانيين، سواء يتكلمون على العقل الكلي على أساس إنها السفر المحايد أو السفر الإيجابي، فإنها لا تتفق معهم في مسألة أن هناك عقل كلي، بل تعتبر أن العقل الكلي مرحلة جدا متأخرة عن الأصفار سواء المحايد أو الإيجابي، لأن الغنوصية الأصلية تؤمن إن الأفكار لا يمكن ظهورهم إلا في العالم الوجودي الفعلي المادي. إذن يمكن أن نقول إن الإلحاد الفكري الفلسفي تكلم عن مرحلة متأخرة عن الأصفار سواء المحايدة سواء الإيجابية، وتعتبر التفسير العقلي الفكري لا يمكن له أن يصل إلى فهم السفر المحايد أو السفر الإيجابي، لأن سراب المادة يمنع من ذلك، مما يجعل العقل الفكري الإنساني يخطأ في فهم المرحلة العدمية والأزلية ولا يستطيع أن يستوعبها، فيتكلم عليها من خلال منطق داخل منظومة وجودية، ويمكن أن يطلق عليها ما يريد، ولكن بعيدة كل البعد عن الحقيقة الفعلية الحسية. ليس يعني إن الغنوصية الأصلية تحقر العقل والفكر، ليس له أي علاقة بالتحقير، بل تعتبر العقل والفكر محصور في عالم المادة الوجودية وداخل المنظومة المادية، خاصة عندما يكون مجرد عن المادة، فهو يقع في متاهات وأخطاء كبيرة على حسب الفكر الغنوصي. لهذا الغنوصية تعتبر الإلحاد المادي أقرب لمعرفة الحقيقة من الإلحاد الفكري، لأن الفكر عندما نربطه بالمادة
وبالتجارب المادية يمكن أن يقع توازن لفهم ما يسمى الإدراك الواقعي. إذن بالنسبة للغنوصية، العقل يجب أن يكون إما مرتبط بالعالم المادي والبحث العلمي التجريبي، أو مرتبط بالجانب الحسي النفسي الذي يجعل للعقل نوع من التوازن يمنعه من الابتعاد عن ما يسمى الخيال المطلق. وهذه الأمور سوف نتكلم عنها عندما نتكلم كيف تفسر الغنوصية الأصلية فكرة العقل والتفكير والمنطق. يجب تقييد العقل إما بالمادة الفعلية أو بالحس الإدراكي، وإلا العقل يتحول إلى شيء ليس له قيمة، يذهب في التخيلات والتصورات بعيد كل البعد عن الواقع الفعلي المادي والحسي، ويمكن أن يؤدي على حسب التفكير الغنوصي الأصلي إما إلى الجنون الكلي أو العيش خارج هذا الوجود. ومنع بعض الأديان والمعتقدات التفكير يعود إلى التفسير العميق للغنوصية لفكرة العقل والتفكير. ولكن طبعا الغنوصية لا تنظر ولا تقول إن العقل والفكر إنهم غير جيدين، غير قالت يجب مراقبتهم ووضعهم تحت سيطرة المادة العلمية أو الحس الإنساني. هذا ايش قال؟ ولكن هما فسروها على أساس آخر واعطوها تأويل آخر. المهم مسألة العقل نجم نحكي فيها من بعد يعني في الفيديوهات القادمة، غير حبيت نقول إن الغنوصية نوعا ما لا تتفق كثير مع الملحدين العقلانيين، وتعتبر إن الملحدين العقلانيين والذين يتكلمون على العقل الكلي، طبعا منش نتكلم على كلهم يعني الملحدين العقلانيين، هناك ملحدين عقلانيين مرتبطين بالمادة أو بالحس كما تعرفوا، كما النوع الأول نتاع الملحدين اللي هما الملحدين العلميين، والنوع الثالث الذي هم الملحدين الإنسانيين. وهذا من اللي توا باش نتكلموا عليهم، باش نشوف شنو نقطة التقارب بينهم وبين الغنوصية الأصلية. إذن الغنوصية الأصلية تعتبر الملحدين العقلانيين أو الفلسفيين اللي ما يربطوش التفكير متاعهم لا بالحس ولا بالتجربة العلمية، عبارة عن الفلسفة السفساطية، أو يقول لك السفساطيون اللي يقولوا ويتكلموا ويجيبوا أفكار ليس لها أي منفعة وليس لها أي ركيزة سوى علمية أو حسية، وإنما يعتبرها الكثير حتى الأديان وكثير من المعتقدات يعني نقاشات فارغة وتخيلات فارغة ليس لها أي أساس من الصحة أو القاعدة التي يمكن أن تنفع. طبعا للعلم إن الغنوصية لا تحرم شيء ولا تقول شيء ممنوع، حتى هذه الفلسفة السفساطية، ولكن تقول رأيها إن هذه الطريقة لا توصلك إلى فهم الواقع سوى المادي أو الحسي، هذا ما تقول. ولكن إنسان يريد أن يمارس السفساطية حتى يصل إلى الجنون أو غيرها من الأمور، تلك أمور تخصه. هذه قاعدة أساسية في الغنوصية، إنها تحترم الشخص مهما كان، وتعتبر وجودنا في هذا الوجود هو أن نتعلم، نتعلم من الآخرين. يعني رغم إنها عندها رأي سلبي نحو ما يسمى بالفلسفة السفساطية، ولكن تقول في نفس الوقت لا تعتبر شر كله، بل هي سوف توضح للآخرين إن ذلك الطريق غير صحيح. فلهذا الغنوصية لا تؤمن بمفهوم الخير والشر وغيرها من تلك الأمور،
وإنما تعتبر كل شيء نافع من أجل أن يتقدم الوجود. وهذا سوف نفهمه في الفيديوهات القادمة كل ما نتقدم في هذه الفيديوهات، لأنها كما تعلمون فيديوهات معقدة قليل وصعبة الفهم كما قلت لكم، وتحتاج كثير من التركيز. طبعا احنا توا وصلنا تقريبا نصف ساعة في هذه الفيديو، لا يمكن ان نواصل اكثر في الحديث عن المقارنة بين ما يسمى الغنوصية الاصلية والالحاد الانساني، وانما نواصل ذلك في الفيديو القادم ونتكلم على المقارنة ما يسمى بالغنوصية الاصلية والمعتقدات الاساسية الاخرى، ثم في الاخير نطرح وجهة نظر الغنوصية الأصلية كما هي. وهي كما تعلمون إن الغنوصية الأصلية هي عبارة على شيء محايد يعطيك الفكرة ويجعل لك الخيار أن تفهمها أو أن تركبها كيما تحب أنت وتستعملها كيما تحب أنت. إذن الغنوصية هي عبارة على مادة خام تترك الحرية للجميع لاستعمالها، وطبعا كثير يستعملوها لمصالحهم الشخصية أو للسيطرة على الآخرين. لهذا في كل فيديو أؤكد وأعيد التأكيد أن معرفة الغنوصية من أجل خلاصك الذاتي أو الاقتناع الذاتي أو الراحة النفسية الذاتية، ليس لكي تستعملها من أجل هداية الآخرين. أنت غير مسؤول عن أحد، مسؤول عن نفسك وتبحث عن خلاصك، وهذا سوف نفهمه في الفيديوهات القادمة أكثر كل ما نتقدم في الفكر الغنوصي، ونفهم هذه المنظومة اللي باش توصلنا إلى مرحلة من المراحل باش نفهم ياسر حاجات ونفهم أنفسنا ونفهم العالم الذي حولنا. المهم حبيت نقول لكم حاجة قبل ما نختم هذه الفيديو، إن بداية من غدا سوف أكون مشغول قليل لمدة أسبوع، لأن كما تعلمون ومن يتابعون حركة تغيير شمال إفريقيا عندنا مؤتمر باش نعملوه يوم السبت، طبعا مؤتمر ضيق وللأشخاص الذي مهتمين بالموضوع، وهو أول مؤتمر بحركة تغيير شمال إفريقيا. لهذا سوف أتغيب مدة تقريبا 5-6 أيام، ثم أعود وأحاول أن أعمل أكثر عدد ممكن من الفيديوهات فيما يخص الغنوصية، اغتنام لفرصة أني موجود في عطلة مرضية. شكرا على التوزيع، شكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.